سبحانه وتعالى ولهذا الشباب اللي امامكم والاباء ديالهم والاساتذه ديالهم وكذلك السبونسور اللي غنذكر بعد قليل الناس اللي ساهموا ودعموا هذا الحفل الرائع الحفل ديال ميس يونيفرسيتي وكنشكروا يونيفرسيتي بوليس على الاستضافه ديالنا جميعا كنشكروا السي جمال في القاعه ديالو كتواجد في مدينة أكادير حنا الحمد لله جينا اليوم نشاركوا في هذا الحفل ديال ميس يونيفرسيتي وجينا نشاركوا مع مجموعة من الفنانة كما كان شاركوا مع مجموعة ديما حنا نشاركوا مع الفنانة من جميع الدول ماشي غير الناس ديال المغرب ماشي غير الفنانة ديال المغرب يعني ديال المغرب ديال الدول الأخرى وتبارك الله الحفل غادي مزيان 100% تبارك الله على لي زانفيتي اللي حاضرين معنا حتى هما كلشي تبارك الله في المستوى وكنشكروا بزاف 24 سوس 24 لريحتكم علينا معكم عمر بالمير احنا اليوم متواجدين بايفينمون ميس يونيفرسيتي اللي فرحانين بزاف حيت حنا مع ناس اكادير وي والناس ديال اكادير اللي كنوجهوا لهم تحيه اللي تبارك الله عليهم مولعين المسرح واعرين واعرين وما كاينش شي واحد فيهم ما كتلقاش فرحان و يعني وعاطيك حتى هو كيعطيك الانرجي باش انت تزيد تعطيك زر فكنقول لكم تبارك الله عليكم و سعيد بالمشاركة ديالي في ميس يونيفرسيتي أكادير اللي دعوني أنني نحضر ونكون انفيتي دونور وميم طو نكون في لجنة التحكيم وهذا في حد ذاته سما في بليزيغ. بالنسبة لأكادير أول مشاركة وصراحة أنا أكادير ديما كنجي نخدم فيها وبالنسبة لهذا الحفل أول مرة كنشارك في هذا ميس أنني ربحت هذا اللقب بغيت نشكر اللجنة المنظمة بغيت نشكر لي مونغ ديال لي جوري كاملين الحمد لله كانت واحد ليكسبيريونس زوينة وأنا فرحانة اليوم حيت ترشحت كوم ميس يونيفرسيتي لأكادير 2018 من عروس الشمال من الشون ميس لمياء La première dauphine et je remercie les membres du jury, les gens qui m'ont encouragé et qui ont cru en moi et je suis très heureuse. Je voudrais remercier les membres du jury ainsi que les membres organisateurs Safia Ladmi, Achraf Elhian, Youssef Lefou et Selma Jouari.